السلام عليكم ورحمة الله إليكم الموقف الإخباري، أهلا بكم. أمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على مبادرة الناظر علي محمود ناظر عموم قبيلة الأمرار لدعم السلام والاستقرار بولاية البحر الأحمر، مؤكدا التزام الحكومة الانتقالية بمساندتها لحفظ التقاليد العريقة للتعايش السلمي بين مكونات شرق السودان. جاء ذلك لدى لقائه برئاسة مجلس الوزراء وفد الإدارة الأهلية لقبيلة الأمرار بقيادة الناظر علي محمود، والذي أكد أن زيارتهم لرئيس الوزراء تأتي لمباركة ودعم مبادرة رئيس الوزراء، مضيفا أن الوفد قدم مطالب تتعلق بمعالجة الفراغ الإداري بمناطق شرق البلاد وخلق فرص عمل لاستيعاب طاقات أبناء الشرق والمساهمة في بناء المنطقة ونهضتها. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا عزم حكومة الفترة الانتقالية واستعدادها الكامل لاستكمال السلام بالبلاد عبر الحوار مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وأشاد لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وفد بعثة دول الترويكا، أشاد بالدعم الذي تقدمه مجموعة دول الترويكا لعملية السلام في السودان، واستعرض اللقاء مستقبل المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، إضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان. جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبو بكر حجر التزام حكومة الفترة الانتقالية بإزالة الاختلالات التي صاحبت بناء دولة السودان منذ الاستقلال، وامتدح في ختام زيارته لولاية شرق دارفور خلال مخاطبته مواطني منطقة خزان جديد بمحلية شعرية شرق دارفور، امتدح التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي الذي تتمتع به المنطقة، داعيا المواطنين إلى مزيد من التعاضد والتكاتف والتماسك. أطلع وكيل وزارة الخارجية السفير محمد الشريف مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى السودان على موقف السودان الثابت من سد النهضة، وأكد أن السودان يقر بحق إثيوبيا في التنمية بشرط الالتزام بالقانون الدولي لاستخدام المياه العابرة للحدود، بالإضافة إلى الالتزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي. وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن طلب السودان عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف لتعزيز دور المجتمع الدولي في حث الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق في إطار زمني لا يتجاوز 6 أشهر. اطمأن اجتماع مجلس إدارة مشروع الجزيرة على سير عمليات الزراعة لمحاصيل الموسم الصيفي ومشكلات الري. وقال محافظ مشروع الجزيرة الدكتور عمر محمد مرزوق أن عمليات الزراعة في أقسام المشروع تسير بصورة طيبة، إلا أن مشكلة الري ما زالت تمثل تحديا لنا في هذا المشروع، مناشدا وزارة الري بالتحرك السريع لتطهير القنوات الرئيسة والفرعية في المشروع وتوفير عدد إضافي من معدات الري لضمان انسياب المياه في المشروع. أهم حاجة نحن برضو في اليومين دي كنا وراء التصور والتوجيه بتاع سعادة السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص هو 50,000 فدان تبنتها وزارة المالية بتمويل من الوزارة، والحمد لله وصل السماد الداب إلى التفاتيش وبدأ بعض المزارعين في الزراعة، وإن شاء الله هتنساب اليوريا في خلال الأسبوع القادم،
وطبعا اليوليو ده ممكن يتاخر شويه، لكن نحن حنتحرك فيها في اليومين دي. الموسم الزراعي يبشر بانتاج وفير، ولكن الا الناس تقول لنا الري، فانا برضو ما زلت بوجه النداء الى الاخوه في الري بالاهتمام والتحرك عشان نقدر ننقذ الموسم الصيفي. احتفلت الحركة التعاونية باليوم العالمي للتعاون، وذلك بحضور عدد من قيادة الحركة التعاونية والخبراء والمهتمين في هذا الشأن. وأكد المتحدثون في الاحتفال الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون في حركة الإنتاج وتحسن الأوضاع الاقتصادي للمجتمع، مؤكدين أن السودان يمتلك تجربة ضخمة في مجال التعاون في المجتمع. الأمم المتحدة أعلنت السبت، أول سبت في يوليو من كل سنة هو اليوم العالمي للحركة التعاونية في كل العالم. وهذا اليوم ترسل لنا رسالة الأمم المتحدة، شعار تسعى كل الجمعيات في كل الدول لتنفيذ هذا الشعار، وفي تقريرها توضح المعيقات أو المعوقات اللي واجهتها في تحقيق هذا الشعار. نهاية الموقف الإخباري، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.